FM. الكلمة ليك. اللي قاعد تساير داخل الحزب يهم الشعب التونسي، ما نقولش احنا نخبيه وكل شيء، ثم حاجات اللي يلزم تقعد داخل الحزب، اما مش معقول باش الحزب يولي زهمولة داخل ما تعرفوش قاعد تساير داخل، لازم الشعب التونسي اللي انتخبه يعرف ايش قاعد تساير داخل الحزب، والتشريبات هذيك داخلة في الديمقراطية وتشوفوا فيها في البلدان في الخارج يخرجوا حاجات على الأحزاب باش هذيك تصلح الأمور، خاطر الإعلام شو يعمل هو الإعلام شنو؟ هي كما تقول سلطة مضادة، ما نقولوا رقابية نجم نقول سلطة رقابية. الإعلام موجود باش ما يخليش يعملوا كل الانزلاقات، ينزلق على الديمقراطية ولا الأحزاب تنزلق باش ما يصيرش مغالطة للشعب التونسي ومغالطة الرأي العام. كيف تجي أنت انزلقت عن الديمقراطية كي ما توريش تسريبات وما تخرجش غسيلها قدام الناس وفي البلاتوات السياسية اليوم؟ أنا ما نتكلمش على الحزب الآخرين، نتكلم على الحزب بتاعي، حزب الآخرين كل واحد حر. أمانة عندي أنا الديمقراطية يلزم الناس اللي انتخبت حزب تعرف الحقيقة على الحزب هذاك، ماهوش حزب هو باش يغلط المواطن ولا حزب باش يعمل حاجات داخل يعمل في مؤامرات داخل الحزب ومؤامرات على الشعب التونسي ولا مؤامرات على الحكومة ولا يعمل في حاجات اللي هي تخلي نوع من المغالطة. الكلمة ليك.